منظور روح يا حبيبي، والله يخش على جوجل ويكتب الاي فيزا بس. اي فيزا بتخش، بيخش كده بي حرف الاي وبعدين فيزا اللي هي الالكترونيك فيزا يعني. اي فيزا بحرية بس يعملها الكمبيوتر ما يعملش التليفون. انتوا شايفين امتحان والله ما عندوش خلفيه يا عم ولا يعرف ايش يعني. هو من امتحانات جاهزين يا عم. انت جهزته خلصته؟ لا بديه خلصته. خلص مشان اخليهم عندي انا، بقول اعطيني يوم الاثنين اعطيه اياهم. الاسبوع صح؟ الخميس.